مهما تزور بيروت عمرك ما بتمل منها، وعمر ما يخلص الكلام الجميل عنها. وهاي وصلنا على البحر، وهاي الرملة البيضة، أحلى مكان شعبي للسباحة ببيروت. خلينا أفرجيكم عليها. ما شاء الله عليك. هنا أي شخص يقدر يسبح مجاني من دون ما يدفع ولا شيء أبدا. ليك ما شاء الله، بس إحنا اليوم بكرنا عد إنه غلال الناس. وهاي سبحنا وطلعنا، ولا حزم التجهين على صخرة الروشة. خلينا نشوف صخرة الروشة. تعتبر صخرة الروشة من المعالم السياحية الرئيسية في لبنان، حيث تشكل مزار مهم للعديد من السياح، خصوصا للاستمتاع برؤيتها ومشاهدتها عن قرب. وهي كانت رحلتنا عبيروت، واتمنى ما تنسونا بدعمكم لنظل متابعين.